السلام عليكم. اغلب الفيديو اللي كندير كنلقى ديما دي كومونتير كتخليهم ليا فيهم جيب لينا دي كاسك لي بلوتوث ولا دي كاسك ديال الجيمنج. دونك اليوم في هذا الفيديو جبت لكم واحد منهم اللي هو كاسك لي بلوتوث. دونك لي زوين في هذا الابيزود هو انه من سيت لي مغربي، هو نفس السيت اللي كنا جبنا منه الكلافي اللي كيتخوى عليه الماء. الا ما شفتوش ديك لا فيديو سيروا شوفوها. دونك جبت لكم هذا. دونك الناس اللي غادي ما عندوش كارت بانكير انترناسيونال من مولفينش كيشريو من برا، دونك تقدروا تشريو من هذا السيت عادي، يجيكم حتى للدار. كنتو في كازا تقدروا تمشيو عندهم وتاخذوا هذا المنتوج، الا كنتو في شي مدينه اخرى يجيكم حتى الدار هاد تخلصوا. دونك هادشي اللي زوين. غنشوف هاد ابيزود كيف ديما المميزات والخصائص ديال هاد الكاسك، واش مزيان ولا لا، الصوت كيف ديما نتيستيو باش تعرفوا واش يتسحق انكم تاخذوه ولا لا. قوم معنا. دونك اول حاجه اللي بغيت ندوي لكم عليها بالنسبه للسبيكر سبينر اللي فيه باف صغير. دونك كيف ما قلت لكم غنديروا جيف واي عليه. دونك لا فيديو قلنا خصنا نوصلوا ل 8000 لايك، وصلت ل 5900. دونك مازال تقريبا شي 2000 ولا 2100 باش ندير السحب ديال الجيف واي ونشوفوا شكون اللي ربح. دونك كتسولوني واش درت الجيف واي، دونك مازال ما درتو، نهار نوصل ل 8000 غنديروها. دونك اللي مازال ما دارها يدخل يتفرج في لا فيديو، نخليها في الاخر ونخليها حتى في لا ديسكريبسيون. ديروا جيم، بارطاجيوها مع صحابكم باش نوصلوا ل 8000 لايك. ديك الساعات غنديروا السحب، غير يدا السهم ان شاء الله غنفكر في دي جيف واي اخرين اللي داروا اللي يكونوا وعر وعر ان شاء الله. دونك بالنسبه كيفاش تشاركوا، الناس اللي ما تفرجوش تفرجوا في لا فيديو، راه داكشي كامل في انستغرام. دابا وصلت لا فيديو لشي 4000 والصرف ديال لي كومونتير، شكرا لكم كاملين. دونك دابا ما نطولوش بزاف، ندوزو نيشان لهذا الكاسك لي بلوتوث اللي عجبني بزاف غير من اول لمسه اللي هو الديزاين ديالو. دونك لي كاسك اللي كيكونوا بلوتوث كيكونوا اغلبيه ديالهم كبار بزاف وكيشدوا، ما زوينينش في الاستعمال ديالهم، كيكون البلاستيك ماشي حتى له. دونك هذا اللي جبت كاسك صغيور مزيان في الباس ديالو، ملي جربته دونك كيتستعمل مزيان ما فيه حتى شي مشكل، وفي نفس الوقت كيسمع مزيان وفيه البلوتوث. دونك ماشي هذوك الكاسك كبار بحال هكا، دونك هذو اللي كيكونوا ماشي اوريجينال. هذا لا مارك ديالو نيا، يلا خرجات كيف ما قلت لكم ما كايناش بزاف في السوق في المغرب. دونك هذا الشيء اللي كاين، نوريكم اول حاجه شنو كاين في البواطه ديال هاد الهيدفون ولا هاد الكاسك. دونك اللي زوين فيه هو انه فيه راديو حتى هو، دونك تقدروا تصنتوا الراديو غير من الكاسك ديالكم. فيه بلاصه ديال الميكرو اس دي اللي كانتو ديني فيها مثلا الموسيقى تستعملوها، تقدروا فيه تعيط دوزوا لي زابيل بالميكرو اللي فيه وتصنتوا الموسيقى كيف ديما. واللي زوين فيه هو انه فيه ابليكاسيون، دونك فيه ابليكاسيون كتقدروا تحكموا فيها في هذا الشيء كامل غير من الابليكاسيون. مثلا تدخل الراديو غتشعلوها في الابليكاسيون، تبدلوا الموسيقى منها، بزاف حوايج اخرين، تقراوا الميكرو اس دي. دونك كتقدروا تكونيكتيو بالابليكاسيون مع التليفون بحال قلتو شي سمارت كاسك لي داكي وصافي. هادشي اللي كاين. لابليكاسيون فيها واحد الحاجه اللي ما عجبتنيش، دونك من السلبيات هي انها في سامسونج منين تيليشارجيتها دونك كتطفى. دونك حيت يلاه مازال جديد هاد الباف كيف ما قلت لكم، دونك مازال ما داروا ليها ميزاجور، مي في شي يومي جربتها فيه، دونك خدامه في خير. هادشي اللي كاين. دونك غتشوفوا ديك الساعات نتوما على حسب واش التليفون ديالكم غتخدم فيه هاد لابليكاسيون ولا لا. سينو ابليكاسيون ولا ماشي ابليكاسيون تقدروا تستعملوه عادي كيف اي كاسك لي بلوتوث، ديروا تكونيكتيو بلوتوث مع التليفون ديالكم وتصنتوا الموسيقى، ما تحتاجوش كاع ديك لابليكاسيون. هادشي اللي كاين. دونك نحلوا البواطه، اول حاجه نشوفوا شنو كاين في الداخل ديالها. كاليتي ديال البواطه بدات هي في اللمسه زوينه، هذه باش ديال الغموليه الا كتعرفوها، ورقه ديك اللي فيها الاستعمال، يو اس بي باش كيتشارجا. هادشي ولفنا عليه، غنشوفوا البواطه شنو فيها. كنلقاو نيشان الكاسك. الكاسك كيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم صغير بزاف. دونك ها هو الشكل ديالو، اللون ديالو كحل. دونك كاين فيه بزاف ديال الالوان عند هذا السيت المغربي كيف ما قلت لكم، السيت ديال هو نيو فيزيون ماركت. غتلقاو الليان ديال هاد البرودوي، التليفون ديالهم باش تعيطو لهم تسولهم، كلشي في لا ديسكريبسيون. دونك كاين اللون الابيض، كاين اللي كحل، وكاين واحد اخر اللي فيه شويه ديال الكري مع الزرق. انا عجبني الكحل، نتوما على حسب الراي ديالكم. عاوتاني هادشي اللي كاين. لا مارك نيا كيف ما كتشوفوا هنا، لا كاليتي واعره بزاف. كاين عاوتاني اللوغو هنايا دغيا تقدر يتجمع بحال هكا كيف ما كتشوفوا، كيولي صغير باش تردو بحال هكا كيتحل. هادشي اللي كاين. كاينه غنوريكم هنا بلاصه ديال الميكرو اس دي، هنا باش كتدوزوا الموسيقى ترجعوا من اللور، هادي باش كديروا بوز باش تجاوبوا يمكن لي زابيل، لا لي زابيل كتقدروا تجاوبوا عليهم من لهنا وتقطعوا من لهنا. هادي باش كدوزوا الموسيقى وكتبدلوهم وتنقصوا الصوت. هنا منين كيشعل
الباف ها هو دابا شعل ماشي الباف الكاسك هنا منين كيتشارجا وهنا الا بغيتو ما تستعملوش مثلا البلوتوث كديروا ميكرو جاك صغير وكتخشيو في التليفون ديالكم هذه البلاصه ديال الميكرو هادشي اللي كاين فهاد الودن اليسريه ما كاين حتى شي حاجه دونك كيف ما قلت لكم بسيط وزوين وحتى في الشده كتحس بها كاليتي ماشي هذوك اللي كيكون البلاستيك ديالهم رخيص ودغيا دغيا كتحس بيه غادي يتهرس دونك نوريكم بعدا لابليكاسيون ديالو هي هذه اللي هي نيا كيف ما قلت لكم ها هي البلاصه هنا باش كتكونيكتيو هذا مع لابليكاسيون البلاصه ديال الويرلس الموسيقى كتحكموا منها غير من هاد لابليكاسيون كارت ميموار كتدخلوا ليها حتى هي من هنا الراديو كتدخلوا ليه من هنا وتقدروا تحكموا في بزاف ديال الحوايج اخرين ديال الصوت مثلا غير من هاد لابليكاسيون كيف ما قلت لكم دونك غنشوفوا اول حاجه كيف ديما نجربوا بعدا الباس كيفاش غادي يكون كتحس بيه هذا شاد ما بقيتش كنسمع مزيان شنو داير بيا كتحس بهذه ليزولاسيون اللي كاينه ديال الجلد مزيانه وصافي حتى في الشده ديالو مزيانه دونك يقدر ما عرفتي كتجري مثلا ولا شي حاجه كتريني ما غاديش ماشي ما يطيحش بسهوله دونك شاد الشيء اللي بغيت نعرف عليه في الباس ديالو ندوزو دابا النيشان نتيستيو الصوت دونك انا درت موسيقى غنشعلها دابا ما عرفتش واش هذا هو الجد على الجد واو صوت مفيل تري مزيان شوف لاباس واعر والله حتى هو واعر بحال ندير شي بيت باي دري ديال 3000 درهم ولا 4000 درهم والله ما كاينش فرق وهذا الجلد اللي كاين هنا كنحس بداك الشيء مجموع ماشي خشخش خش ولا تسمع شنو داير بك كيتسمع هو بالنسبه لا كاليتي لا شيء كاليتي واعره بالنسبه للثمن ديالو يستحق عجبني انا بدا يا منين كت شي انتم دابا اللي حداك ما غيديرونجاش الا كان داير مثلا غير بحال هكا ما يتسمع الصداع بزاف ملي كتسمع بحال هكا كتسمع الصوت دونك كي ما غاديش يصدع شي واحد اللي حداك بهذا الجلد كيف ما قلت لكم مصاوب مزيان في لا في اللباس ديالو لا في لاكاليتي انا لاكاليتي عجبتني الا جيت نقطها كيف ديما غنعطيها شحال نعطيها 9 ولا 10 تستحق حيت باف اللي جربت بزاف ديال لي باف مشيت جربتهم ديال 3000 درهم كاين شي وحدين واصلين حتى 6000 درهم جربتهم لا كاليتي غادي تكون الا جيت نقارنهم مع شي وحدين اللي واعرين بزاف اللي كاين شي واحد كيدير 6000 درهم غادي تلقى ديال 6000 درهم فايتو بواحد 10 ولا 15% مي هذا لا كاليتي ديالو واعر بزاف والثمن ديالو ماشي لا 6000 درهم لا والو الثمن ديالو 299 درهم دونك انا بان لي بانه يستحق على ود الحجم ديالو كيف ما قلت لكم لي بلوتوث فيت دوزتهم بزاف الحجم ديالهم كيكون كبير بزاف كيكونوا اغلبيه ماشي اوريجينال هذا ديال مارك لي يلاه بدات كيف ما قلت لكم في السوق ما كايناش بزاف في المغرب دونك يلاه هاد السيت يمكن هما الوحيدين يلاه دخلوها للمغرب امبورطاوها من برا هادشي اللي كاين دونك انا عجبني اليان ديالو كيف ما قلت لكم في لا ديسكريبسيون تحت لا فيديو الثمن 299 هادشي اللي كاين كاين شفت عندهم واحد اخر اللي تقريبا نفس لا مارك نيه ولكن ما فيهش بلوتوث غير بالسلك انا قلت نختار هذا احسن هادشي اللي كاين نتوما الا بغيتو شي واحد ماشي بلوتوث تقدر تلقى حتى في السيت ديالو هادشي اللي كاين كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم هو من عيطت لهم ما عندهمش ستوك بزاف دونك بحال ديال نهار جربنا الكلافي اللي كيتخوى عليه الماء دونك كانوا عندهم تقريبا شي 50 60 كلافي تباعوا لهم كاملين من مورا ما درنا لا فيديو دونك حتى هذا يمكن ما عندهمش ستوك بزاف سولت عندهم شي 40 يمكن حتى 40 50 دونك اللي بغى يمشي ياخذ ويكوموندي لا كوموند راه ساهله الا ما عرفتوش كاينه واحد البلاصه في السيت كيفاش تكوموندي عادي لا فيديو يمكن دونك غادي نلوحها نهار الجمعه تقدروا تعيطوا لهم نهار السبت الصباح يمكن كيخدموا السبت الصباح عيطوا لهم ديك الساعات ولا كوموندي نيشان من السيت ونهار الاثنين ولا السبت غادي يعاود يعيطوا لكم باش يكونفيرمي ويجيبوا لكم حتى للدار كيف ما قلت لكم فين ما كنتو في المغرب غيجيبوا لكم البرودوي ديالكم غتخلصوا امانه يمكن تقريبا شي 45 درهم مي كتجيبوا لكم في نهار دونك هادشي اللي زوين ولا كنتو في كازا تقدروا تمشيو عندهم ما تخلصوا حتى شي حاجه
ولا بغيتو يجيبو لكم للدار 20 درهم يمكن. دونك انا في كازا كنمشي عندهم عادي، دونك ما كنخلص والو. اللي في كازا يمشي واللي شي مدينه اخرى تقدروا تخلصوا امانه ويجيكم حتى للدار. هادشي اللي كاين. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم. لي كاسك اخرين ديال جيمينغ تما نحاول نجيبهم ان شاء الله في فيديوهات اخرين. اقتراحات ديالكم ديما كنقراهم كاملين، دونك اللي عنده اي حاجه يخليها ليا في الكومونتير. شكرا لكم كاملين، ما تنساوش ديروا زمزمزم مهمه بزاف. كنتمنى نهاركم يكون داز بخير وعلى خير. السلام عليكم ونهاركم مبروك.